بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المجتمعين على ذكره وعلى عبادته وعلى طاعته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم، وأن يبارك لأخينا الحاج في أهل بيته وفي أسرته، وكما استضافنا في بيته وفتح لنا أبواب بيته، أسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الجنة الثمانية، وأن يتقبل منه عمله، وأن يجعل هذه العمرة عمرة مقبولة خالصة لوجه الله الكريم، وأن يتقبل منه ومن سائر عائلته، وأن يجعل عمرتهم في الميزان المقبول، وأن يوفقنا وإياكم جميعا للوصول إلى ذلك المقام. أن الوصول الوصول إلى بيت الله الحرام أمنية كل مسلم. الله تعالى يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. البيت اللي هو الكعبة سماه الله تعالى البيت، وسماه بيت الله، وسماه الكعبة، عنده أسماء كثيرة. كما أن البلد اللي توجد فيه الكعبة سماه الله تعالى في القرآن بأسماء كثيرة، سماه الله تعالى البلد، وسماه الله البلد الحرام، وسماه الله البلدة، وسماه الله مكة، وسماه الله بكة، فكلها أسماء تدل على مكانتها ومنزلتها عند الله. لما كنقولوا بلد الله الحرام، بمعنى أن الله تعالى أعطاها واحد الحرمة، هذه الحرمة، الحرمة ديال ذاك المكان يستفيد منها الناس والأنعام والدواب والحشرات والطيور وحتى الأشجار. بمعنى الحرمة اللي كاينة عندك بيت الله الحرام، وعندك البلدة، البلدة التي حرمها الله، الحرمة ديالها والاحترام ديالها، والاحترام ديالها تيستافدوا منه الناس والسكان والحيوانات والأشجار وحتى الطيور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: ملي تكون في مكة حرام عليك الصيد، ممنوع تصيد داخل مكة، يعني حتى الحمام ديالها عنده حرمة، يحترم لا يصاد، وحتى الأشجار ديالها لا يعضد شجرها، بمعنى ما كيتقطعش الشجر ديال مكة، حتى الشجر ديالو عنده حرمة، الحشرات ديالها عندها حرمة، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الفواسق الخمس. هذوك الخمسة ديال الفواسق هما اللي كيأذيوا الإنسان، كالعقرب والغراب وكذلك الفأرة، يعني هادو اللي كيأذيوا الناس، هادو هما اللي يجوز قتلها داخل الحرم، غيرها فإن لها حرمة. تأملوا هذا البلد اللي أعطى الله تعالى الحرمة للمكان والزمان وللسكان. حتى أنني تعجبت من واحد المسألة، واحد النهار أنا غادي في واحد الشارع من الشوارع ديال مكة، يعني العلامة ديال الحرم، العلامة ديال الحرم كاينة في واحد الرومبوان اللي كتقرب لمسجد عائشة، كتلقى نهاية الحرم، نهاية الحرم بمعنى الداخل، دوك المسائل اللي كانت ممنوعة الداخل، إلا خرجتي من داك الحدود كتلقى فيها، كتلقى يعني شي حوايج جائزة بحال الصيد مثلا، يعني الحرم المكي عنده حدود، ملي كتخرج من داك الحدود يجوز الصيد لمن كان غير حاجين وغير ذلك، بمعنى وحتى سبحان الله هذيك الطيور بالفطرة ديالها كتلقى نفس الشارع ونفس الشجر، يعني مرتب، ولكن هذيك الطيور الداخل ديال الحرم كثيرة في الأشجار، وخارج الحرم كتلقى الشجر كيصفر. شكون اللي قال لهذيك الطيور راه هنا كاين الأمان، والهيه ما كاينش الأمان؟ شكون اللي قال ديك الطيور راه هنا ممكن يصيدوك بني آدم وهنا ما يمكنش يصيدوك، راه حرام عليهم يصيدوك؟ شكون اللي قال لها هذا الشجر عمري وهذاك الشجر خوي؟ الفطرة ديال الله سبحانه وتعالى، بمعنى ان الله تعالى جعل هذاك المكان هو مكان له حرمة وله يعني مكانة، وقال تعالى: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. يعني قال العلماء هذه الصيغة اللي في هذه الآية هي صيغة ديال الإخبار، ولكنها تفيد الأمر، بمعنى الصيغة ديال الإخبار كأن الله تعالى كيخبرنا بأن اللي دخل هذا البلد
راه خص يكون عليه الامل، راه عليه الامل، ولكن فيها الصيغه ديال الامر، اي امنوا من دخل هذا البيت، امنوا، عطيوا الامل، وما تنتهكوش الحربه، وما تعداوش على اللي دخل لهذا البيت، لان هذا البيت يستجار به، بمعنى كيعطيه الله، كيعطي الله تعالى الجوار والاحترام، و يعني اعطاء السلامة والعافية لمن دخله. فلذلك هذا المقام تهفو إليه النفوس. الأنبياء كلهم يعني ذهبوا إلى بيت الله الحرام، وكاين يعني واحد المسجد خارج مكة بواحد 12 كيلومتر سميته مسجد الخيف، يقول العلماء صلوا فيه 70 نبي، صلوا فيه 70 نبي، يعني من عهد آدم عليه السلام إلى آخرهم، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي يسمع النداء ديال إبراهيم الخليل عليه السلام راه تيوفق الله وتيمشي لذاك المقام. العبد اللي بعيد، اللي بعيد، والمغاربة واخا بعاد، يعني من أبعد الناس عن بيت الله الحرام، فتجد الشوق اللي عند المغاربة يعني أكثر ربما من الأمم الأخرى. فاللي وصل له الله تعالى هذاك النداء تيمشي بإذن الله. الإنسان يكون عنده الشوق في قلبه، يكون عنده الشوق في قلبه، ويدير الأسباب، ويدير الأسباب، راه يعني ربي سبحانه وتعالى تيسهل الأمور. رغم أن الآن كاين القرعة، كاين بزاف ديال الحوايج، كاين بزاف ديال العراقيل، ولكن سبحان الله كتلقى بعض الناس كيفتح لهم الله شي باب لم يكن يخطر له على بال. واحد المرة كان معنا واحد الرجل، هذا الرجل يعني كنقولوا حنايا خدام ديال الموقف، يعني تيمشي للموقف، واحد النهار يجيب 100 درهم، واحد النهار ما يجيبش، واحد النهار يمشي يصوب البريكول لشي واحد، واحد النهار يعني مره يلقى مره ما يلقاش. فكان كيقول لي هو، قال لك اخر حاجه اللي كنفكر فيها هو مكه، انا راه مكه في قلبي، كنشوفها في التلفازه وتنبكي، تنشوف الناس كيطوفوا بالبيت وكنتشوق، ولكن كما كيقولوا العين بصيره واليد قصيره. قال لي واحد النهار مشى الاقدال في الرباط، خدام عند شي واحد، شي صوب ليه شي بريكول، شي طبيب، هو داك السيد الطبيب قال لك داني للدار ديالو في واحد العماره باش نصوب ليه شي بريكول، عنده شي ديفو خرج ليه في واحد لاكين، وديك لاكين تطلع على واحد الضوايا، والمهم تيصوب داك البريكول. قدر الله ملي بغى يهبط هو يطيح، طاح يعني بحال بغيتي تقول داك السرير فيه واحد جوج متر وشي حاجه، طاح وطاح على جنبه، طاح على جنبه، توعد شي شويه على يد الحال. هذاك الطبيب داه عنده العياده، دوز ليه، دار ليه الراديو، عطاه الدواء، ولا السيد بخير وعلى خير. ملي سال هاد العمليه هذه، قال له داك الطبيب زعما شحال بغيتي نعطيك، زعما نديروا انا وياك شي مخرجه بلا ما تمشي لا صوراس ولا شي حاجه. الاخر كاع ما فراسوش هاد الهضره هذه، قال ما داير بالو زعما انه غيمشي لشي امين ولا يطالب داك السيد بشي حاجه ولا كا. قال له ودي انا صحتي راه ما تنبيع فيها ما تنشري، هاد هاد هاد, هاد الواقع او هاد الحدث الله تعالى جابه، وكانت السلامه، وانت درتي اللي عليك، شريتي لي الدواء، دوزتي لي، الله يرحم لك الوالدين، صافي انا غنمشي بحال. قال له لا، قال له هذا الشيء اللي كتقول انت راه ما بقاش في هذا الزمان ديال طيح ليه حدا الطوموبيل وقول ليه قيد لي لاصوراس ودير ليه كذا وضرب ليه الباب ديال الطوموبيل وقول ليه راه ضربتيني. وقال له هذا ما، فهذاك الراجل يعني صحراوي من جهه الرشيديه، قال له ودي انا راه هذا الشيء ما تربيتش انا في هذا الشيء، هذا الله يسامح. وسبحان الله هذاك الطبيب يعني كان مسجل بغى يمشي للعمره ديال الربيع، كان بغى مسجل بغى يمشي للعمره ديال الربيع، ويجي عند السي احمد، قال له عافاك سجلوا معكم واحد الراجل في هذه الرحله، حتى هو يمشي لهذا العمره على هذا. قال له جيب لي فوتوكوبي لا، قال له ياك لاباس، داك لاباس فوتوكوبي، داك ما بغيتي تديني لشي، داك ما بغيتي تديني للكوميساريه ولا شي حاجه. قال له انت غير جيب لي لاكارت، ماك انت جاب لي لاكارت وجاب لي كذا، سجلوا قيدوا حتى سميتو تاع. قال لي راه الحمد لله راه غتمشي حتى انت للعمر. مشى في واحد الرحله، سبحان الله العظيم، ديما ناش ديما ضحك، تيمشي حدا الكعبه وكيبدا يبكي، تيقول يا ربي انا راه ما عولتش على هذا الشيء، انا راه ما يعني راه كان هزيتيني وحطيتيني هنا ما عنديش الريال باش نمشي، ولكن ربي كيفتح الابواب. فالمقصود هو الشوق، ان الانسان يكون عنده الشوق الى بيت الله، ويكون عنده النيه صادقه، ويدير الاسباب، وربي سبحانه وتعالى راه كيكمل. فهنايا هذه الايه عظيمه جدا، وكلام الله كله عظيم. واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا، كاين جوج ديال المصطلحات هنا، مثابه وامنا. مثابه قال لك يعني كل من
رآه كل من زاره يتمنى الرجوع إليه. أي واحد شاف ذاك البيت ما حدو كيشوفه كيزيد الشوق، يعني قبل ما تشوف البيت مباشرة كتشوفه في التلفازة، ولكن ملي كتشوفه مباشرة كيزيد الشوق مثابة بمعنى رجوعا، يتمنى أن يرجع إليه. يعني سبحان الله هذه الآية كنشوفوها رأي العين، فيشتاق العبد إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام، وهذاك المقام يستجاب فيه الدعاء. أنا شفت مؤخرا واحد الفيديو ديال واحد الإفريقي، هو واقف حدا الكعبة تقول يا ربي فلوس، يا ربي فلوس فلوس، يا ربي فلوس 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 فلوس، واقف حداه واحد لعله من آسيا واش من الهند ولا كذا، تيقول له قال له دابا هنا راه تيطلبوا الناس الجنة، قال له هنا راه دابا أنت جاي من إفريقيا وكذا شحال ضرب مع 12 كيلومتر وجيتي حتى لهنا كتطلب الفلوس، قال له طلب الجنة هنا راه كتطلب الجنة، قال له أبغى الجنة وأبغى الفلوس، أبغى الجنة وأبغى، قال له بغيت الجنة وفوق منها الفلوس. سبحان الله دازت واحد سنتين بينوه في واحد كات كات، يعني استجب ليه الله الدعاء ولا باس عليه. يعني شوف من يعني من واحد الخدام ديال الجورني ديال كذا حتى ولا عنده حتى هو سياره ولا عنده يعني ربيه. فمعنى كيكون الانسان عنده واحد ملي كيكون الاخلاص، الاخلاص لله في الدعاء والنيه تكون صادقه لله عز وجل في الدعاء، فالله تعالى كريم، لان ربي عز وجل الخزائن ديالو مملوءه. احنا دابا العبد، العبد تيبان ليه شي حاجه بعيده، شي حاجه مستحيله، شي حاجه محال واش تقول، ولكن ربي ما عندوش مستحيل، ما عندوش شي حاجه بعيده. الكل هين ويسير على الله سبحانه وتعالى. فلذلك الانسان دائما يكون الرجاء ديالنا في الله، في الله كبير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا دائما العبد يكون يحسن الظن بالله، انك ما عمرك تقول انا مرت محال واش نتشافى، انا ما عنديش محال واش يولي عندي، انا كذا محال واش لا. دائما الانسان يطلب الله تعالى. شوف الانبياء اللي ذكرناه، ابراهيم عليه السلام، ابراهيم عليه السلام ما كانش عنده الاولاد، ما كانش عنده الولاد. وصل 86 سنه، بمعنى وصل واحد السن شاب الشعر ديالو ورق العظم ديالو، بمعنى هذاك السن ديال 86 سنه صافي راه يستعد للرحيل، ولكن ما يئش من الدعاء ديال الله. والله تعالى سبق في علمه انه غيتزادوا عنده الاولاد، ومن الذريه ديالو غيخرجوا الانبياء. يعني الله تعالى قال وجعلنا في ذريتهما ابراهيم ونوح عليه السلام، وجعلنا في ذريتهما النبوءه والكتاب، بمعنى ان كاع الانبياء اللي جاوا من مور سيدنا ابراهيم كلهم من الذريه ديال ابراهيم. فلما وصل يعني ديك السن ديال 86 سنه دعا الله بشوق، وراه كان كيدعي من قبل وما عمره حبس الدعاء، ولكن ملي وصل داك السن وكيدعي الله تعالى بواحد الشوق وبواحد الرغبه، الله تعالى استجب ليه الدعاء واعطاه الله اسماعيل. لما اعطاه الله اسماعيل سماه اسماعيل، اسماعيل في اللغه العربيه او في اللغه هي اصلها اللغه العبريه، سمع الله دعائي، بمعنى سمعني الله تعالى. اسماعيل بمعنى الله تعالى سمعني وسمع الدعاء ديالي واستجب لي واعطاه، واعطاني هذا الولد. فالامتحان الاول ما كانش هذا الولد، والامتحان الثاني ملي تزاد داك الولد قال لي ربي عز وجل هذا الولد راه ما غيترباش حداك، راه ما غيكبرش حداك، راه غيكبر في واحد الخلا، واحد البلاد بعيده تقريبا 2000 كيلومتر. قال له هزوه هو وامه وديهم للجبال فاران، واحد الجبال يعني اللي هي الجبال اللي فيها مكه، دا ابراهيم هذاك الوليد وحطوه هو والام ديالو في ذاك المكان، وتم راجع وتتشد فيه المراه كتقول له هنا ما كاين سكان، ما كاين ديور، ما كاين شي عوينه ديال الماء، ما كاين شي حقل ديال الزرع، لمن خليتينا هنا؟ واش الله تعالى هو اللي قال لك خلينا هنا؟ قال لي هنا عم ربي هو اللي امرني باش نحطكم هنا. قالت لي اذا ما غيضيعناش الله تعالى. وملي رجع هز يديه وبدا كيدعي معاهم يا رب. اول حاجه دعا لهم الصلاه، ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فلما هذاك الولد كبر ووصل السن ديال البلوغ والسن ديال الزواج والسن ديال الخدمة، ابتلاه الله تعالى بامتحان كبر من الأول، وهو أن قال لي ربي عز وجل هذا الولد بغيت نجربك واش فعلا المحبة ديالك لله تعالى أكبر ولا المحبة ديال هذا الولد. إوا سير دي هذا الولد ذبحو. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. راني شتك في المنام وشت راسي كنذبح في المنام، والرؤية ديال الأنبياء حق، أشنو ظهر لك؟ قال له يا بني
قالوا يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. غير طبق الأمر ديال الله راه ربي نطلب ربي يوفقني باش نكون من الصابرين. قال تعالى فلما أسلم أي استسلم، استسلم الأب واستسلم الولد، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. راك نجحتي في الامتحان بركة، ماشي الهدف هو الذبحو، الهدف هو غير نشوف واش الإيمان ديالك قوي، واش الحب ديالك لله تعالى أكبر ولا الحب ديال الولد. من اللي الحب ديال الله أكبر ما عندناش الغرض أنك تذبح ولدك. هاكا واحد الخروف راعى في الجنة 40 عاما غتذبحو بلاصة ولدك، وهذيك هي السنة اللي كنحيوها يعني في عيدي، في عيد الأضحى. فلذلك من هذه السنة اللي كنشوفوا في الحج وفي العمرة هي راه أصلها من إبراهيم عليه السلام. لما كان طوفوا بالبيت راه إبراهيم هو اللي بناه، لما كان سعاو ما بين الصفا والمروة راه المرأة ديالو هي اللي كانت كتقلب على الماء، هاجر كتمشي من الصفا للمروة وتمشي للمروة للصفا حتى نبع ليها الله تعالى في الوسط بيناتهم زمزم. عاوتاني من اللي كان نرميو الجمرات راه إبراهيم اللي كان بغى يذبح ولده تيخرج ليه الشيطان تيقول له صاحبي الكبيدة ديالك ولدك تسنيتيه 84 عام ولا 86 عام وبغيتي تذبحو راه ما يمكنش راه ما يليقش كذا، وتيضربو بديك سبعة الحجيرات كيمشي إبليس يا الله كيتكي الولد كيجي ثاني الشيطان ثلاثة المرات، وهي الجمرات اللي كنرميو. ولكن حنا دابا راه ما تنرجموش الشيطان، حنا راه كنطبقوا السنه، ماشي شي واحد تيقول لك راه كاين الشيطان تما وضرب، اللي كيضرب بالصباطو، اللي كيضرب بالبلغه، اللي كيضرب بالعصا، اللي واحد راجع مارشاليانو جاي تيجري قال لك راه بغيت ندقدق بابا سي صحاب اليوم واش كاين الشيطان تما راه هذا ما كاين الشيطان تما، راه كاين التطبيق كنطبقوا السنه ديال الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كنحيو في هذا الحج وفي العمرة كنحيو السنة ديال إبراهيم وكنحيو أيضا السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا المقام مقام غالي وعزيز، نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياكم وأن يتقبل من الأخ ديالنا والأخوات ديالو هذه العمرة ويجعلها عمرة متقبلة ترفع بها الدرجات وتمحى بها السيئات، ولا لا يحرمنا ولا يحرمكم ولا يحرم أي مسلم ذاك المقام، الله يتقبل منا ومنكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.